الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع، وهو الحلقة الرابعة من مقدمة إلى السيرات الزمنية تحت عنوان فرع السيرورة العشوائية Introduction to Time Series Part 4 Random Process. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قدمنا في المقاطع الثلاثة الأولى المبادئ الأولية عن السلاسل أو السلسلة الزمنية، يعني مما تكون السلسلة وهكذا، مبادئ أولية. قدمنا في المقطع الأول اللي هو الجزء الأول من السلاسل الزمنية مدخل إلى السلاسل الزمنية، وشرحنا مكونات أي سلسلة زمنية. مكوناتها هي أربعة: الاتجاه ترند بصرف النظر عن قيمته وسالب أو موجب أو ربما يكون صفرا، والمركبة الدورانية بصرف النظر عن قيمتها واتجاهها، والمركبة الموسمية اللي هنا طبعا هنا المركبة الدورانية cyclical component، والمركبة الموسمية اللي seasonal component، وأخيرا المركبة العشوائية بسموها error or irregular component. بصرف النظر عن قيم أي واحد منها، المهم هناك أربعة مكونات لأي سلسلة زمنية: الاتجاه، المركبة الدورانية، المركبة الموسمية، والمركبة العشوائية. قدمنا في المقطع الثاني طريقة قياس مركبة الاتجاه اللي هو الترند كومبوننت هاي بطرق متعددة: طريقة الخط المستقيم line fit، وطريقة أشباه الأوساط semi averages، وطريقة الوسط المتحرك moving average أو ما يسمى طريقة المصفي الخطي linear filter، وطريقة التفريق أخذ الفرق اللي هو differencing. والمقطع الثالث والأخير قبل هذه الحلقة قدمنا معنى وطريقة حساب دالة الارتباط الذاتي autocorrelation function، دالة الارتباط الذاتي ودالة الارتباط الذاتي الجزئي اللي هو partial autocorrelation function. أرجو من أحبة الطلبة والمتابعين أن يعودوا إلى المقاطع الثلاث الأولى كي يتعرفوا على يعني كمدخل إلى السلاسل الزمنية. إن شاء الله كما ذكرت في هذا المقطع سأبين المقصود بالسيرور العشوائي أو random process. أقدم بإذن الله تعالى كما ذكرت في هذا المقطع في إطار حديثنا عن السلاسل الزمنية ما تسمى السيرورة العشوائية stochastic or random process، وهي حتى أكون دقيق بكلامي معروفة بالأدبيات القياسية تحت اسم stochastic process حصرا stochastic process. حيثما قرأت stochastic process في أدبيات الاقتصاد القياسي المقصود فيها السيرورة العشوائية كما ترجمتها بتصرف إلى اللغة العربية. تعرف السيرورة العشوائية بأنها مجموعة من المتغيرات العشوائية المرتبة حسب تسلسل زمني معين order in time، يعني عندي أكس الأولى الثانية الثالثة وهكذا، أو أكس اللي ترتيبها أتى بصفر ربما سالب واحد وهكذا، فحسب يعني اختيارك لنقطة الأصل، هذا يعود لك أنت كباحث. تمثل السيرورة إذا كانت متصلة، المقصود هنا بالcontinuous إذا كانت X هذه a function of time مستمر، بمعنى آخر مثل يعني الآن كم الفرق بين الساعة واحدة والساعة اثنتين، هناك فروقات لا نهائية لأنه يمكن تقسيم الزمن إلى وحدات لا نهائية. أما إذا كانت متقطعة كأن نقول الدينار أو الدولار مثلا، الدولار لا يمكن تزيئته إلا إلى سنتات، والجنيه الاسترليني إلى بنسات، اليورو بدون اعتقادي انه سنت، والدينار الاردني قرش او فلس ربما وهكذا. فهنا متقطعة هكذا تمثل x sub t، اما اذا كانت x function of t دالة في t فبتكون متصلة. في معظم الحالات التي يواجهها الباحث تكون سيرورة السلسلة متقطعة، تكون سيرورة متقطعة. وعلى سبيل المثال سيرورة الناتج المحلي الاجمالي لدولة ما كما تكون كما يلي، هنا الآن جي دي بي عفوا اخترنا النقطة الصفر الأصل، بعدين الفترة اللاحقة جي دي بي رقم واحد، بعدين جي دي بي رقم اثنين في الفترة الثانية الثالثة الرابعة وهكذا. لاحظوا اللي الآن هو هذه سيرورة متقطعة، فعامل الزمن أخذنا نقطة الأصل صفر، بعدين واحد اثنين ثلاثة، هي أن تساوي تي طبعا بالحالة هاي اللي هي عامل الزمن،
وطبعا حجم العينة إذا كانت عينة، ومعظم الحالات راح تكون عينة إن لم يكن جميعها التي يتعامل، لأن السلسلة يعني لا نهاية أصلا، فالباحث يأخذ فقط أن منها. نتابع. يقال عن السيرورة بأنها مستقرة، أي سيرورة يقال عنها مستقرة إذا كان وسطها ثابت عبر الزمن، the mean is constant، أو تباينها ثابت اللي هو الفاريانس ثابت عبر الزمن، أو كلاهما ثابتين، أي ثابت الوسط، السلسلة بتقول ثابت الوسط والتباين، ثابت الوسط والتباين. والسيرورة المستقرة هي الشكل الوحيد الذي ينتج تقديرات منطقية. تعرف سيرورة المشي العشوائي، وهذا مصطلح على اللغة العربية جديد، يعني سيرورة المشي العشوائي أو ما يسمى الإزعاج الأبيض، هكذا ترجمتها بتصرف إلى اللغة العربية، يسميها random walk or white noise، بأنها سيرورة عشوائية محضة purely random، وسطها الآن mu of t أو epsilon sub t يساوي بالحالة هاي صفر، وتباينها sigma square ثابت، هنا يساوي صفرا الوسط لهذه السيرورة وتباينها يساوي سيجما سكوير. إذن هي سيرورة المشي العشوائي بسمها راندوم ووك، أو الإزعاج الأبيض راندوم ووك أو وايت نويز، سيرورة عشوائية محضة بيورلي راندوم، وسطها يساوي صفرا، تباينها يساوي سيجما سكوير. تكون السلسلة الزمنية غير مستقرة نون ستيشنري إذا تغير وسطها أو تباينها أو كلاهما مع الزمن. إذا تغير وسط السلسلة أو تغير التباين أو كلاهما، فبتكون هذه السلسلة غير مستقرة non stationary، بمعنى آخر أنها تختلف من حالة، مش ليست ثابتة حول وسط معين. تعرف سيرورة المشي العشوائي بانحراف، الآن هذه كلها مصطلحات جديدة، random walk with drift، الآن الدريفت هنا الانحراف عن وسط معين، فهذه سيرورة المشي العشوائي بانحراف بأنها السلسلة الزمنية تأخذ سلسلة زمنية تأخذ الشكل الآتي، مثلا يعني هنا x sub t هذا متغير عشوائي يساوي x sub t ناقص واحد، بمعنى آخر x t تعتمد على قيمتها السابقة زائد الآن الإرور، حيث الإرور موزع طبيعيا بوسط يساوي صفرا وتباين يساوي واحد صحيح. هنا افترضنا بأنه يعني إحنا قمنا بتوليد هذه الأخطاء من standardized normal variable أو توزيع طبيعي معياري، ربما يكون الآن تساوي سيجما سكوير على شرط أن تكون أنها ثابتة إذا أردنا أن تكون طبعا مستقرة، لكن بما أنه قلنا أنها بدريفت وبالتالي مرات عفوا بكون هذا لا يساوي كمية ثابتة. نكمل النتيجة الأخيرة، هذه هي النتيجة الأخيرة اللي هي x sub t تساوي x sub t ناقص واحد زائد الآن epsilon sub t اللي هو الخطأ، حيث يمثل epsilon sub t سيرورة عشوائية محضة، ومنها نشتق الصيغة الآتية. أرجو الانتباه إلى اشتقاق القيم لأنها مهمة جدا بالحياة العملية بالتطبيقات الفعلية العملية. الآن x1 حسب هذه الصيغة، لاحظوا لي إذا وضعنا هنا واحد، فالآن واحد ناقص واحد تصبح صفرا هنا، زائد الآن هذه واحد، فإذا x واحد تساوي x sub zero اللي هي نقطة الأصل عندنا بالنسبة يعني أول ما انطلقنا من السلسلة، زائد الآن الإبسلون الأولاني. x اثنين تساوي x واحد، لاحظوا لي زائد الإبسلون رقم اثنين، لأن وضعنا الآن بدل t اثنين، فالآن هنا وضعنا 2، لاحظوا 2 ناقص 1 تصبح 1 زائد إبسلون 2، وتساوي بالتعويض عن X1 بهذه القيمة تصبح هذه القيمة، إذن X2 تساوي X0 زائد إبسلون T زائد T، طبعا هنا 1 1 بالحالة هاي أو 1 و2 عفوا أو 2 و2 حسب واقع الحال، هنا طبعا 1 هنا وهنا 2، لكن بيكون ايرور anyway يعني باي طريقه بشكل او باخر. فلو تعوضت الان عن الاولى بواحد لان عوضنا من هنا، هنا تصبح 2. اكس الثالثه تساوي اكس الثاني زائد ابسلون 3، فتصبح الان اذا عوضنا عن اكس الثاني بهذه القيمه
تصبح الآن x0 زائد epsilon 1 زائد epsilon 2 زائد epsilon 3. تعمدت الآن أن أضحي تي تي حتى تتذكر أنه تعوض عن هذه واحد صحيح ثم عن هذه صحيح، ثم الآن طرأ x epsilon 3، فالآن تصبح x0 زائد epsilon 1 زائد epsilon 2 زائد epsilon 3 الخطأ. إذن هكذا نشتق بشكل عام الآن هذه الصيغة الصحيحة x sub t تساوي x0 زائد حاصل جمع من t تساوي 1 إلى n ل e sub t، حيث n طبعا حجم العينة. أرجو الانتباه الآن لهذه الحقائق الآن، القيمة المتوقعة اللي هو وسط هذه السلسلة، إيش وسطها؟ قيمة متوقعة expected value x sub t تساوي x0، هذه طبعا هنا لاحظوا لي أوكي، زائد مجموع الـ ET من T تساوي 1 إلى N وتساوي X0، لأن القيمة المتوقعة هنا هذا القيمة المتوقعة له صفرا، وبالتالي بكون بالحالة هاي القيمة المتوقعة لـ X sub T تساوي X0 كما ذكرناه هنا، لاحظوا لي هنا X0 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 وبالتالي تكررت هنا X0 وهنا يصبح صفرا، هذا يصبح صفر صفرا صفرا، هنا صفر صفر هنا صفر، وبالتالي القيمة المتوقعة ثابتة سبحان الله عند القيمة الابتدائية التي بدأنا من طلقنا منها. والتباين الآن variance of x sub t تساوي t في sigma square، t في sigma square أي كلما زادت قيمة t ارتفعت قيمة التباين، ما يعني أن النموذج والسلسلة غير مستقرة هنا، لاحظوا لي هذه غير مستقرة لأن التباين يزداد مع الزمن. وفي التطبيق العملي تكون طبعا expected value x sub t تساوي صفرا، ضروري جدا أن نتذكر هذا الكلام. الآن لنعود إلى هذه الصيغة x sub t تساوي x sub t ناقص 1 اللي هو يعني هذه القيمة اعتمدت على القيمة السابقة لها زائد الخطأ العشوائي هنا. لو نقلنا هذه إلى الطرف الأيسر هنا كما ذكرنا نحصل على ماذا؟ هذا x sub t سالب x sub t ناقص 1 تساوي epsilon فقط، لكن هاي الآن هي عبارة عن الدلتا x t اللي هي الفرق بين الأولى والسابقة أو اللاحقة، ما يعني الآن دلتا x sub t تساوي epsilon، إذا الفرق بيناتهم يساوي الخطأ، خطأ العشوائي، قيمته المتوقعة هذا يساوي صفرا، أي أن الفرق له first difference يساوي الخطأ العشوائي، ما يعني بأنه إذا كانت x sub t غير مستقرة فإن x sub t تكون مستقرة لأنها نتجت عن الفروقات، وبالتالي يكون الفرق الأول first difference لأي سلسلة زمنية عشوائية تأتي على شكل سيرورة عشوائية تكون مستقرة، اللهم إذا كان سيرورة عشوائية. ولو قمنا بتعديل صيغة سيرورة المشي العشوائي كما يأتي الآن، لو قمنا بتعديلها أضفنا هذه القيمة، لاحظوا هذه نفس هذه لكن أضفنا هذه القيمة ألفا، هنا الآن أصبحت يعني مختلفة اختلاف شديد عن هذه، ولو أضفنا هالقيمة هاي الثابتة هذه الآن تصبح سيرورة العشوائية في هذه الحالة غير مستقرة. ليش؟ لأنه هاي بنسميها إحنا باللغة العربية معلمة الانحراف أو drift parameter، وبالتالي هنا drift هذه مهم جدا، تذكروها أحبتي أنه لن تكون السيرورة العشوائية مستقرة في هذه الحالة لأن الآن وسطها يختلف مع هذه القيمة. أوكي؟ هاي بنسميها إحنا معلمة الانحراف أو drift parameter. نتابع آخر نتيجة، هذه النتيجة اللي هي x sub t تساوي drift parameter زائد x sub t ناقص 1 زائد epsilon، وهذه المعادلة هي autoregressive اللي هي على فكرة معادلة ذاتية الانحدار لكن من الدرجة الأولى، بمعنى آخر x sub t تعتمد على السابقة فقط يعني لفترة واحدة، لو كانت ثنتين ثلاثة أربعة بيكون طبعا هذا بيختلف حسب كم مرة ذهبنا إلى الخلف، بما أنه ذهبنا فقط فترة واحدة إلى الخلف فبتكون AR1 اللي هي autoregressive من order 1 أو ذاتية الانحدار من الدرجة الأولى. يعود السبب في عدم استقرارها إلى ما يأتي، لو نقلنا الآن هذه إلى الطرف الأيسر تصبح المعادلة كما يأتي كما ذكرنا قبل قليل، x sub t سالب x sub t ناقص 1 الفرق بيناتهم اللي هو دلتا x دلتا sub x t تساوي أو دلتا x sub t تساوي ألفا هذه زائد هذه،
بما أنه هذه صفر لكن هاي ليست صفرا، أوكي؟ ما يعني الآن بأن x sub t تنحرف إلى الأعلى أو إلى الأسفل حسب قيمة ألفا، وما يؤكد ذلك أن الآن القيمة المتوقعة على x sub t تساوي هذه القيمة زائد t في ألفا، لأنه كم مرة الآن جمعنا هذه، يعني القيمة المتوقعة الآن معروفة حاصل جمع هذه الأشياء مقسم على عددها وبالتالي تزداد مع الزمن، إذا المتوسط يختلف مع الزمن، هذه تساوي هذه القيمة زائد هذه مع الزمن مضروبة في ألفا، فبما أنه هذه لا تساوي صفرا إذا t في ألفا إما ترتفع حسب إشارة ألفا، إذا كانت سالبة تنخفض وإذا كانت موجبة ترتفع. والفاريانس of x sub t تساوي t في سيجما سكوير، ومعروف أرجو الرجوع إلى قواعد الآن expectation expected value بالprobability theory اللي فيها هناك مقطعين ثلاثة عنها في هذه القناة تحت عنوان أو البلاي ليست أو يسمى قائمة المقاطع اللي هي بلاي ليست inferential statistics أو الإحصاء الاستدلالي، أرجو الرجوع إليها. التمثيل البياني وهذا آخر ما سأتحدث عنه الآن لهذه اللي هي السيرورة العشوائية بانحراف ومقارنتها بالغير المنحرف. الآن هذه x sub t هنا تساوي x هذه اللي بالأزرق السميك x sub t سالب واحد، يعني بمعنى آخر أنه x هذه اعتمدت على ذاتها لكن بالفترة السابقة زائد الإبسلون الخطأ هذه، فهذه تتعرج حول قيمة معينة، لاحظوا لي انخفضت ثم ارتفعت ثم انخفضت، وهذه الآن لاحظوا لي x sub t تساوي ألفا زائد x sub t ناقص واحد، اعتمد على ذاتها لكن في عندي هنا drift parameter هذه زائد الإبسلون، فهذه غير مستقرة هذه مستقرة، والقيمة المتوقعة الآن الخطأ العشوائي هنا صفر مع سيجما سكوير، إذا كانت الآن هذه ثابتة فبتكون بالحالة هي مستقرة، إذا كانت غير ثابتة فلا تكون يعني مستقرة، بتكون يعني بالحالة هي تمثل هذا الخط الـ 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 أو المنحنى المتقطع هذا السميك، إذا كانت غير ثابتة هذا هو، وإذا كانت هذه ثابتة بيكون هاي التمثيل البياني. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجع أن أكون قدمت المبادئ الأولية في هذا الجزء الرابع من السلاسل الزمنية السيرور العشوائية، إن شاء الله في الجزء الخامس في الحلقة الخامسة من هذه المقاطع سأشرح اختبار ما يسمى باستقرار السلسلة العشوائية stationarity أو عكسها لعدم استقرارها، هناك كثير من الاختبارات التي سأبينها بإذن الله تعالى، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.